مشاهدينا الكرام اهلا بكم في حلقه من برنامج حوارات بكين. هنا نرافق الرئيس عبد الفتاح السيسي في رحلته الى الصين. رحله بالغه الاهميه ويرافقه فيها وفد وزاري كبير رفيع المستوى. لماذا؟ لان العلاقه مع الصين لها خصوصيه، نحن في حاجه الى استثمارات جديده، نحن في حاجه الى اتفاقات متعدده، نحن في حاجه الى خبرات في مختلف المجالات. ندعو الله أن تكون رحلة الصين جزءا من حلها ومن توفرها لمصر سبقت هذه الرحلة رحلات متواصلة لفريق العمل الوزاري لترتيب الاتفاقات التي يجري ويجرى توقيعها مع الجانب الصيني نحن نحتاج إلى الكثير من الأمور والاقتصاد دائما في لب اهتمامات الرئيس وحكومته لذلك نبدأ حوارنا اليوم والليلة مع معالي الوزير اشرف سلمان وزير الاستثمار اهلا وسهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا بك الحمد لله بالسلامه وعايز اقول انه ايوه هي قصه الاستثمار وقصه الاقتصاد اللي لو اتحلت المواطن المصري هيشعر بارتياح وهتفك الازمه والكرب بشكل كامل ايه بقى اللي على الطاوله في رحله الرئيس في الصين هو خليني طبعا ااكد الكلام اللي انت بتقوله وعلق على الزيارات المتتاليه اللي سبقت زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي بدات بزياره رئيس الوزراء الصيني لمصر ثم وزير الخارجيه الصيني لمصر والعلاقه بين وزاره الخارجيه المصريه ووزاره الخارجيه الصينيه ثم رفع مستوى العلاقات الى مستوى الشراكه الاستراتيجيه وده دبلوماسيا معناه ان ان هناك رضاء كامل بين الحكومات للتعاون اقتصاديا وسياسيا جنبا الى جنب ثم بعد كده جاءت عده زيارات من ضمنها زياره ترويجيه لوزاره الاستثمار تلاتها زياره من وفد من اربع وزراء ثم تلاتها مؤخرا زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي ورافقه في الزياره دي سبعه من الوزراء الخارجيه والكهرباء والنقل والتعاون الدولي والتمويل والتجاره الداخليه والاستثمار وايضا طبعا على راسهم التجاره والصناعه والمشروعات الصغيره والمتوسطه الهدف من الزياره هو كما قلنا هناك حاله من الشراكه الاستراتيجيه بين الصين ومصر اذا هدف الزياره هو كيف نفعل هذه الحاله لكي تصبح على ارض الواقع من اتفاقات حقيقيه وايضا ان تكون هناك ارضيه مشتركه في الاستثمار بين الدولتين. الصين لديها عده اشياء بها خبره كبيره وتكنولوجيا عاليه فيها زي محطات الطاقه بدءا من محطات الطاقه الخاصه بالطاقه الجديده والمتجدده ومحطات الطاقه القائمه على الفحم وايضا محطات الطاقه القائمه على الغاز. بالاضافه ايضا طبعا لتوسعهم في محطات الطاقه النوويه. بالاضافه الى في مجال النقل والمواصلات عندهم طبعا خبره كبيره جدا بالقطارات السريعه وعندهم خبره كبيره بالقطارات المتنقله بين المواني وبين المدن في مجال البناء والتعمير عندهم خبره كبيره جدا في مجال انجاز وسرعه الانتهاء من المشروعات الاسكان ومن المشروعات التنمويه الكبرى في مجال الرصف عندهم شركات كبيره جدا في مجال صيانه الطرق وسلامه الطرق اذا المجالات المختلفه في البنيه الاساسيه هم سبقوا دول كبيره جدا في العالم فيها واحكموا السيطره عليها احكموا السيطره عليها احكموا التكلفه بتاعتها وايضا بدا بداوا يعملوها بتكنولوجيا عاليه جدا بالاضافه الى تكلفه معقوله جدا ووقت قصير جدا ده بجانب مؤسساتهم التمويليه اللي بتشتغل في مجال تمويل الشركات الصينيه اما بتيجي تنفذ هذه الاستثمارات في اي دوله ما وبالتالي هي دي المعادله والخلطه اللي مصر محتاجاها مصر النهارده محتاجه استثمارات في مجال الطاقه وهم عندهم خبره كبيره في الطاقه عندهم شركات كبيره جدا بتنفذ مشروعات محطات كهرباء في العالم كله مصر النهاردة محتاجة مشروعات في مجال البنية الأساسية هم عندهم شركات كبرى بتنفذ حاجات في مجال البنية الأساسية وأيضا مصر محتاجة تمويل لهذه المشروعات زي ما حضرتك قلت كده البند الرئيسي في القصة دي طبعا أنا محتاج كل الكلام ده ومحتاج أبني بلدي بسرعة ولكن محتاج تمويل لهذه المسائل الاستثمارية والمتعلقة بمشروعات البنية الأساسية وده برضو بند رئيسي موجود عند الجانب الصيني وبالتالي هناك علاقة ومصلحة مشتركة بين الجانبين يمكن اكتزاب عدة استثمارات ويمكن اكتزاب عدة مشروعات ممولة من الصين توفي كل أغراض البنية الأساسية وأغراض النمو اللي مصر بتسعى طيب المؤتمر الاقتصادي المنتظر بإذن الله في شهر مارس القادم من المؤكد أنه بيجري له التحضير من الآن عندنا محور قناة السويس حفر القناة الجديدة، المنطقة ما بين القناتين وعلى ضفتها الثانية من الناحية الشرقية، بالتأكيد في مشروعات وكبيرة. وإحنا عارفين إنه هناك حاجة ماسة إلى تطوير هذا المشروع سريعاً باعتباره مشروع قومي كبير، هذا المشروع بيحيي الأمل وبيدي للناس وبعد خصوصاً بعد ما الريّس ضغط فترة إنجاز القناة في سنة بدال ما كان الكلام عن ثلاث سنين. إيه انت النهارده بتقدم ايه على الترابيزه للجانب الصيني من ناحيه محفزات الاستثمار من ناحيه التش... التعديلات التشريعيه والقانونيه اللي هي ستؤدي بالضروره الى جذب المزيد من الاستثمار مظبوط اه احنا حضرتك بنقدم للعالم كله لان مصر علشان تقدر تكتسب استثمارات النهارده لازم تزيل المعوقات الرئيسيه عندها في الاستثمار المعوقات الرئيسية هي انك انت تاخد ترخيص من اكتر من جهة من اكتر من محافظة من اكتر من من حي من اكتر من وزارة بحيث انك انت النهاردة عشان تبدأ من ساعة دخولك الاستثمار ده في بلد ما لحد ما تبتدي عملك تلاقي نفسك استغرقت مدة طويلة جدا ودخلت في خلافات عديدة جدا مع عدة جهات لانك انت بتاخد ترخيص من عدة جهات ده نمرة واحد نمرة اتنين في بعض الممارسات السابقة التاريخية اللي خلت المستثمرين بصفة عامة يبقوا قلقين شوية من دخول السوق أو بيبصوا على دخول السوق لأن الحقيقة السوق كجذب للاستثمار وكعوائد سوق لا يقارن سوق بيمنح المستثمر النهاردة قرابة 27% معدل عائد دخ... مركب على الاستثمار وبالتالي في النهاردة السنة. مصر 27. 27% في السنة أيضا ودي تاني بلد بعد البرازيل يعني البرازيل اعلى مننا البرازيل. البرازيل تقريبا 32 او 33% واحنا كنا قبل تطبيق حزمه الضرايب الجديده كنا 30% النهارده نزلنا ل 27 لا زلنا ثاني دوله في العالم بتمنح المستثمر عوائد عاليه جدا ولكن طيب اما هي بتمنح المستثمر عوائد عاليه جدا ليه الاستثمارات ما بتجيش متدفقه الى الاقتصاد المصري؟ لان هناك عده معوقات تخلي الاستثمارات دي ما تقدرش تدخل هذه المعوقات من ضمنها ضمانات يعني ايه ضماني لاحترام العقود مظبوط ضمنها بعد دمانات مشاكل دمانات التحكيم الكبيره اللي حصلت أملكة. من ضمنها ضمانات اخرى زي آآ آآ بجانب ضماني لاحترام عقودي ضماني لتعهداتي من ضمنها ايضا المساواه بين المستثمر المصري والعربي والاجنبي لان المستثمر بيبقى مش عايز حد منافس يبقى اخد افضليه عنه طب هينافس ازاي في السوق وهناك حد جنبه بياخد افضليه عنه ايضا من ضمنها ان هو النهارده اما اما يكسب ويطلع توزيعات ويقدر يطلعها لبلده الام مره اخرى فبنضمن له هذا ايضا اما يخلص مشروعه ويبيعه لحد مستثمر مصري او مستثمر اجنبي اخر يبقى يقدر يطلع حصيله هذا البيع الى الخارج لبلده الام كل هذه ضمانات هيلاقيها في القانون الجديد في التشريع الجديد ايضا هيلاقي في التشريع يطلع الجديد يطلع ان شاء الله قبل مارس يعني باذن الله على بدايه فبراير يكون التشريع خرج وايضا هيلاقي في التشريع الجديد ايه تاني من ازاله المعوقات هيلاقي آه ايضا في التشريع الجديد شباك واحد بس يتعامل معاه آه هذا الشباك هو المسؤول عن اصدار كل التراخيص اللي المستثمر عايزها من تراخيص بيئه لاثار لدفاع لتخصيص اراضي كل حاجه وهذا الشباك هو اللي بيتعامل الكترونيا مع كل الجهات التانية في الخلف وبالتالي يبقى النهارده أصبح عنده وكيل واحد في هذه البلد وهو الشباك الواحد، وكيل واحد وهي هيئة ترويج الاستثمار المصرية اللي هتبقى وكيله في تخليص كل هذه الإجراءات، يبقى هو ما بيتعاملش غير مع هذه الجهة. وده مش تقليد غريب، ده تقليد مطبق في كل الدول اللي بتجتذب استثمارات متدفقة إلى مباشرة إلى بلدها. تمام. هو هياخد بقى على الشباك ده إيه؟ يعني هيقدم طلبه بتأسيس الشركة دي؟ او بالعمل بعمل شيء محدد أي مكان كان ولنفترض انه حتى لحد دلوقتي قنوات الفضائيه موجوده تبع هيئه الاستثمار وتبع قانون 8 لحد ما يتغير الوضع هو علشان يقدم ده هياخد قد ايه علشان الشباك ده يسلمه رخصته اللي هي فيها المزاوله ويصدر له بقى يقول له خلاص انت معاك اهو ادي بطاقه ضريبيه وسجل تجاري اتفضل اشتغل الشباك ده من واحد يا فندم عشان عنده كل التراخيص وبيتعامل مع الجهات في الخلف هيقدر يديله ترخيص مؤقت يبدا بيه نشاطه في 24 ساعه. ده نمره واحد. نمره اتنين هيستغرق بقى وقت ما لحد ما يخلص اجراءاته حسب نوع النشاط. يعني انا ما اقدرش ادي مده محدده لو نشاط زراعي هياخد مثلا 30 يوم، لو نشاط صناعي هياخد مده اطول، لو نشاط عقاري هياخد مده اطول ولكن اللي هنكسره في الموضوع ده ان هو في خلال 24 ساعه هيبدا نشاطه لحد ما هذا الشباك يخلص كل التراخيص في الخلف. الدفاع مثلا اعترض على مشروع عقاري حته ارض موجوده واحنا بنعرف طبعا ان الدوله بتملك الاراضي كلها فجت وزاره الدفاع قالت ان المنطقه دي حيويه عندي مش هينفع هل سيسري موضوع تصريح ال 24 ساعه عشان الراجل يبتدي كونستراكشن فيجيب ال المعدات ويبتدي يهد كلام جميل جدا يبقى هندخل في تفاصيل شويه انا النهارده عشان ابني النظام ده لازم ابقى مميكن بالكامل مع كل هذه الجهات ممايكن بالكامل يعني عندي كل الاراضي اللي عليها موافقه على الاجهزه فانا بعرض عليه من الاراضي اللي عليها الاجهزه اللي هي أخذة موافقه دفاع اوريدي في الاول واخده موافقه اثار واخده موافقه بيئه كويس فالارض اللي هو بيختارها ما بترجعش وزاره الدفاع او الاثار او البيئه يعترضوا عليه خلاص تمام ده كويس قوي طيب احنا داخلين بحزمة مشروعات في المؤتمر اللي جاي وهو ده اللي احنا محتاجين نركز عليه ونقول ايه اللي مطروح على الترابيزة للمستثمرين اللي جايين من الدنيا ومين اللي وعد ان هو جاي حتى الاول مطروح على الترابيزة مشروع اكبر وهو الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري هو ده المطروح على الترابيزة نمرة واحد هو ده المشروع الاول لانه الناس النهاردة عشان تدخل اي دولة بتدخل بنقول عليها بتحلل تحليل أساسي من أعلى إلى أسفل هو عمره ما حيدخل يستثمر في مشروع في قطاع بعينه إلا ما يبقى شايف هذا الاقتصاد عنده فرص نمو وهذا الاقتصاد بيعدي بمرحلة إصلاح حقيقية يبقى النهارده دور الحكومة الرئيسي إن تطرح مشروع البرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري على كل دول العالم الحاضرة. وعلى المستثمرين الحاضرين وعلى المؤسسات المالية الحاضرة وعلى صناديق الاستثمار المباشر اللي حاضره وعلى الصناديق السياديه اللي ان شاء الله تبقى حاضره في هذا المؤتمر. لان لو نظرنا الى على سبيل المثال مؤسسه فيتش اول امبارح رفعت تصنيف الائتماني لمصر من بي ماينس لبي نظره مستقره معناه ان ادوات الدين المصري النهارده هتتسعر احسن ادوات الدين المصري النهارده هيبقى فيها ثقه افضل ليه التصنيف الائتماني ده ارتفع؟ ارتفع لعده حاجات رؤية مؤسسة التصنيف انه الاصلاح اصلاح حقيقي رؤية مؤسسة التصنيف ان مصر بدأت تلمس بعض البنود اللي بقالها خمسين سنة لم تلمس كدعم كدعم الضريبي ايضا رؤية هذه المؤسسات ان مصر قدرت تقدم مشروعات تنموية كبيرة اللي من شأنها تدفع عجلة الاقتصاد لدرجة انه البيان نفسه توقع معدلات نمو في الناتج المحلي الاجمالي أكبر من اللي الحكومة حطاها ل 2014-2015. الحكومة حطت توقع ل 2014-2015 في حدود 3.8. من الإنجليزي شوية، جايز تعلمنا من الإنجليزي شوية نقول آه يعني حاجة معقولة فلو جت آه فإحنا إيه تجاوزنا الأحلام. أكثر واقعية. نعم. يعني ما متحفظه ولكن نقول هي اكثر واقعيه لان الحقيقه انت من معدل نمو 2.2 من 10% من الناتج المحلي الاجمالي فما تتوقع 3.8 من 10% ما هوش متحفظ على الاطلاق ولكن هو اكثر واقعيه. هم بيتوقعوا ان احنا يمكن نكسر ال 4% في, في معدلات النمو. ده في نفس الوقت اللي العالم كله بيعدي بتباطؤ في النمو الاقتصادي. ده سليم بس في دول معديه يعني فيها لو بصينا لاثيوبيا في تقرير ال... بتاع البنك الدولي والصندوق النقد الدولي في شهر اكتوبر هتلاقيها في حدود ال 9 10% هي بتنزل لان كانت 11 و12 ما يجراش لكن انا اللي بساله هل لمفاوضات البند الرابع مع صندوق النقد مؤخرا لما جه كريستوفر جارفيس هل ده كمان عامل مؤثر؟ هيصدر برضو ايضا ان شاء الله تقرير صندوق النقد واحنا بنرى انه بنثق تماما في الاصلاحات اللي عدت بيها مصر بنثق ان حصل جديه تامه في الاصلاح وعندنا ثقه ان التقرير نفسه ان شاء الله هيطلع كويس فهيدعم برضو ايضا موقف مصر ولكن هو الحقيقه التصنيف الائتماني ما بيراعيش التقارير اللي طالعه التصنيف الائتماني بيراعي قدره الاقتصاد ده على النمو بيراعي قدره هذا الاقتصاد على دفع ديون طويلة الاجل وبعدين في الاخر ديوني الخارجيه للناتج المحلي الاجمالي بتاعي قرابه 16.2% وده اقل من دول مقارنه بيا كثيره جدا جدا مظبوط وكمان نظامك المصرفي اكثر استقرارا وتجاوز الازمه الماليه العالميه لانه كان عنده القواعد اللي هي بتو يعني بز ب ب ما بتسمحش بهذه الانهيارات مظبوط فنمره واحد هنطرح هذا البرنامج برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري اللي بدا منذ تولي الرئيس المسؤوليه ثم هنبدا في طرح عده مشروعات المشروعات دي مش شرط تكون حكومه بس في مشروعات حكومية وفي مشروعات قطاع خاص هنسيب مساحة للقطاع الخاص في المؤتمر أنه يطرح الفلوس اللي عايزها للتوسعات على المستثمرين اللي جايين ولكن المؤتمر المرة دي القطاع الخاص المصري طبعا نعم. المؤتمر المرة دي شكله مختلف عن أي مؤتمرات أخرى لأن الحكومة مش هي اللي هتقدم مشروعاتها الحكومة جايبة مستشار منسق عام للمؤتمر منسق عام فني للمؤتمر تحت المنسق العام الفني ده بنشغل ل 15 بنك استثمار المرخص لهم باداء اعمال بنوك الاستثمار في مصر. كل بنك استثمار من دول هيبقى معاه ثلاث اربع مشروعات حكوميه هو اللي هيعرضها على المؤتمر. اذا انا بضمن بكده حاجتين. الكواليتي بتاعت الداتا، جوده البيانات، بضمن حياديه بنك الاستثمار في طرح المشروعات، انا مش ببيع حاجتي، انا جبت وسيط عمله الرئيسي هو بيع المنتجات المختلفه للاستثمار. نمرة ثلاثة بضمن أيضا اللغة اللي بيتكلم بيها بنك الاستثمار المستثمرين لأنه هذه اللغة قد تكون ليست لغة حكومية وبالتالي بنضمن أن المشروعات اللي هتقبل من بنوك الاستثمار أنه يعد عنها نشرات طرح خاص ويعرضها في المؤتمر بنفسه هي مشروعات قابلة لأن هي تجد مستثمرين بيتكلموا نفس اللغة وقابلة أن هي تجد معدلات عائد أه أه مرغوبة عند المستثمرين طب احنا في العملية بتاعت برنامج الرئيس الخاص باستصلاح المليون فدان في خلال العام هل ده جزء من الأمور المطروحة لأنه اوريدي ابتدينا في طرق بتنهد للطريق أوه. ده وهنحفر بيار وعندنا ده شغل ماشي مصريا من جوه لان دي بنيه اساسيه مصر بتعملها علشان حتى تحفز وتطلب الناس فتيجي تلاقي عندها حاجه ده. تشتغل عليها وهو ده المفروض الدور اللي تلعبه الحكومه بشكل من غير ما تنزل هي تبيع في المجمعات اللي هو الكلام بتاع زمان طيب لما نتكلم في انه ايه المطروح بقى من مشروع الاستصلاح والجزء اللي جاي له ده يعني يعني ايه المطروح على الطاوله في المؤتمر اللي جاي من قصه استصلاح الاراضي والزراعه والثروه السمكيه وفكره ال... هل خبره ولا خبره مع تمويل واداره ولا لا استثمار كامل ولا احنا عايزين ندي للصينيين على سبيل المثال مشروع الكيلو متر اللي هو بياخدوه يعملوه مناطق صناعيه ايه, المط... إيه المطلوب بالذات؟ بص حضرتك الأول خلينا نروح للمليون فدان ونقول إن نص المليون فدان دول رايحين مشروعات بخطة معينة للشباب. تمام؟ بستراكشر معين خارج المؤتمر. ونص مليون تاني مطروح على المستثمرين. مطروح كل اللي حضرتك بتقوله. الاستراكشر ده مطروح فيه البنية الأساسية ويمشي ريفينيو شيرنج. الاستراكشر ده مطروح فيه استصلاح بحق انتفاع ويمشي ريفينيو شيرنج. الاستراكشر ده مطروح فيه آه آه تنمية زراعية متكاملة يعني أنا عايز أعمل مصنع سكر وعايز أخد المنطقة دي أعمل فيها بنجر تمام يبقى أنا النهاردة عمقت الصناعة الراجل ده هيجي يعمل مصنع سكر هيعمل البنجر في أرضي هيطلع البنجر على مصنع السكر هيطلع السكر منتج نهائي وإحنا عارفين إن السكر النهاردة مثلا هندي بقى طريق وهندي سكة حديد يروح لمين يصدر يروح لمين الأساسية وهو هيجي يدخل الاستثمارات ويستصلح بحق انتفاع ويورد لمصنعه ويصدر او يبيع في السوق المحلي. اذا ده ايضا مطروح على الترابيزه. التركيبات المختلفه في النص مليون فدان الاولانيين دول لان في نص مليون رايح للشباب، النص مليون فدان الاولانيين دول التركيبات المختلفه بتاعتهم هتبقى مطروحه بشكل مختلف من بنوك الاستثمار في المؤتمر. طبعا عندي سؤال واضح وصريح. مجال النقل والمواصلات على سبيل التحديد خاصه قطاع السكك الحديد اللي هو طبعا فترة معينة من الزمن الصيانة مع فكر القديم في الشغل على المزلقانات اللي دلوقتي بيتم تجاوزها وغيره هل ده قطاع مطروح لكي يتم بنظام بي 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 أو اللي هي الشركة من القطاع العام والخاص أم 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 ولا بنتكلم في بي او تي اللي هو انه ياخد حق انتفاع لزمن وبعدين يعيد الحكومة هذا القطاع حضرتك لمسته هو ملوش طرق تمويل غير كده يا اما بي 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 يا اما بي او تي يعني ما اقدرش اطرح كامله ما اقدرش اطرح القطاع الدعم ده ما اقدرش اطرحه للاقتراع لك... مش جذاب مظبوط حتى لو قلنا انا عايز اعمل كده مش جذاب السوق مش هياخده ما اقدرش اطرحه هيبقى سهمه عالي الحقيقه هيبقى اعلى من ال... لانه المطلوب فيه مبالغ ضخمه جدا وما عندوش عائد لسه فالعوائد بتاعته لازم تيجي بتركيبه محدده التركيبه اللي تناسبه هي بي او تي يا بي 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 وبالفعل هيبقى فيه مطروح مشروعات بي 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 في المؤتمر ومشروعات بي او وقطاع النقل جزء اساسي منها جزء يعني اساسي من القطارات القطارات احنا عندنا ان شاء الله النهارده بكره او بعده في اتفاقيات مبدئيه هتتوقع بين وزاره النقل وبين شركات صينيه فيما يخص القطار السريع وفيما يخص القطارات اللي مثلا من العين السخنه لحد مطار القاهره وحاجات اخرى من شانها انه يجي يبلد القطار يعمله يؤوبريتو يديولك في الاخر تمام <applause> يعني <applause> هيبنيه ويشغله وهياخد وهي... عوايده وارباحه وهتبقى الاسعار تنافسيه تبعا لتكلفته مش هنحدد عليه تعريفه معينه ونقول له لا انت لازم تعمل كده ولو حبت الدوله تدعم قطاع معين هي هتديله هي اللي تروح تدعم بالظبط فهتديله له مظبوط فكده يبقى الراجل المستثمر ضامن انه هو بي... بيحط فلوس راجع له فلوس فتبقى الامور ماشيه حجم التشغيل على مجمل المشروعات اللي هتحط على الطاوله في مشروع قناه السويس تقريبا دي. مشروع قناه السويس انا هفصله عن اللي انا اتكلمت عليه ده كله انا بتكلم على مشروع قناه السويس لحاله وما اتكلمتش على آه. اللي هيطرح في المؤتمر كبير. انما كل اللي هيطرح في المؤتمر ان حد دلوقتي النهارده واصلين تقريبا المشروعات اللي بتجهز مع بنوك الاستثمار يمكن في حدود ال 15 مليار دولار آه وقد قد يمكن تزيد او تقل عن هذا مع الديفلوبمنت التطور اللي بيعملوه بنوك الاستثمار في اعداد النشرات الطرح الخاص مشروع قناة السويس لوحده بقى ده عايز مؤتمر لوحده يعني ايه عايز مؤتمر لوحده يعني احنا في المؤتمر هيكون عندنا الاوتبوت اللي جاي لنا من دار الهندسة لان دار الهندسة هتخلص التصميم العام للمشروع يمكن على نهاية فبراير اذا على المؤتمر انت ما عندكش خطط ماليه واضحه لكل كومبوننت فحتعرض التصميم العام للمشروع ثم تبتدي تشتغل في كل كومبوننت مالي وتطرح كل كومبوننت مالي في معاده انما انت طرحت على المستثمرين الموجودين كلهم فرص استثمار عامه في التصميم العام ثم هتوليهم بعد كده بدراسات اكثر تفصيل في الختام اللقاء بسأل حضرتك أنك تدينا يعني بعد كل اللي اتكلمنا فيه ده خبرين جداد في الفترة القصيرة القادمة بعد رحلة السيد الرئيس للصين مباشرة أعتقد أنه بعد رحلة الرئيس للصين إن شاء الله هيحصل ضغط كبير جدا على المتابعة فيما يخص بالذات مشروعات الكهرباء وبالتالي هنلاقي على أرض الواقع إن شاء الله في خلال الأسابيع القادمة تطور حقيقي حادث في احجام كبيره لمحطات كهرباء من الفحم انت لو رحت لمحطه فحم مع اي جانب اخر تاخد منك 48 شهر قد تصل الى 30 30 شهر ل 36 شهر مع الجانب الصيني ده طبعا فرق كبير مش فرق صغير ونص او 30 على اقصى تقدير انت بتقلل سنه على الاقل مظبوط تمام الخبر الثاني طبعا انه ان شاء الله هنبقى جاهزين بأن احنا ننزل قانون الاستثمار الجديد للحوار المجتمعي في خلال الاسبوعين القادمين ان شاء الله ان شاء الله والدنيا هتبقى انت مرتاح لها باذن الله بما فيها حيبقى الحكومه الحكومه متكلمه حفة. مع بعضها طول الوقت تمام عمليه التنسيق طيبه جدا ما بين كل الوزراء داخل المجلس يعني آه مش هنلاقي كل يوم فيها تحسن يعني الامور بتتحسن كل يوم فيها تحسن طيب على بركه الله انا بشكر سعادتك شكرا جزيلا سياده الوزير اشرف سلمان اشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء هنا في بكين وان شاء الله الى لقاءات اخرى في القاهره ان شاء الله عمري في شكراً, شكرا جزيلا سيدتي سادتي شكرا جزيلا لكم ونلتقي في حلقه اخرى من حوارات بكين الى اللقاء